اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل فيه شويه بساطه وسهوله وفرصه بنجاوب على اسئله حضراتكم من خلال السوشيال ميديا ومتابعه الشاشه الرسميه والقناه الرسميه للقناه الاولى وكمان صفحه اكله امي. النهارده الفراخ المحشيه بنتسال كتير، الرز ما بيستويش جوه الفراخ يا مغازي، عايزين الرز يبقى مستوي جوه الفراخ زي الرز اللي بناكله العادي وفي توابل ويبقى كمان طعمه حلو. هنشوف نحل المشكله ازاي. الفراخ ما بتبقاش مستويه ما بين المفاصل، بيكون في اثار للدم، هنشوف الكلام ده. الزفاره اللي بتبقى جوه الفراخ، الحاجات دي كلها هنعالجها مع فراخ محشيه النهارده مع رز ومكسرات. معانا النهارده طاجن لطيف وجميل قيمته الغذائيه عاليه جدا، وهو طاجن البطاطس بالبسله والجزر. انا عاشق للسكريات بتاعه البسله مع الجزر مع سكريات البطاطس والنشويات، الطبق ده مميز جدا لانه كده فيه ميكس لطيف وجميل بس من غير لحمه، هنستفيد بالشوربه بتاعه الفراخ. اما الحلو النهارده قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيناسب ايام الشتاء والبرد اللي احنا فيه، هنعمل مهلبيه التمر باللوز، يا مزاج اللوز، يعني اوميجا 3، يعني التمر قيمته الغذائيه عاليه جدا. هنشوف نعملها مع بعض ازاي ونحليها مش بالسكر، بالعسل، عشان يجعل ربنا ايامنا كلها عسل ان شاء الله. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل كتيره وبساطه وسهوله مع حلقه النهارده، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لشوية تحضيرات كده مع بعض. تعالوا نشوفوا ازاي نعمل فراخ محشية بالرز والمكسرات. ممكن فراخ محشية بالرز واللحمة المفرومة زي ما انت عايزة، بس في قواعد أساسية ثلاثة لعمل الفراخ المحشية سواء بالرز أو بالفريك أو بالخضار زي ما انت عايز. ازاي نتخلص من الزفارة؟ ازاي الحشوة جوه أو التوبنج اللي بيبقى جوه الفراخ مستوي؟ المقادير على الشاشة. جوز فراخ حلوين شامورت، فراخ يعني بيسموها عند الراجل الفرارجي فراخ حشو، عندنا رز، عندنا مستكة، هي دي الأساس. معانا بصلاية ناعمة، معانا فص توم ناعم، زبدة، معلتين من الزيت، حبهان، ورق لورا، قرنفل ناعم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي وايه تركية المغازي لعمل فراخ محشية ما فيهاش لا زفارة والرز مستوي. رقم واحد، الرز يتجاب يتغسل مرة واثنين وثلاثة. مخرجنا الجميل فرسان التلفزيون المصري أساتذة المصورين، الرز بعد ما يتغسل يا أختي يا أمي يتصفى من ميته ويبقى معانا بالشكل ده كده، الحباية تلاقيها ناشفة كده ويبقى فلفلة اهو، ده جاهز، ده غلوة والتانية على النار هتلاقي الرز استوى معاك. حطيت الرز في مية ونقعتيه في مية، هتخبز الرز أو تعجن أو سوري أو تسلو الرز هيعجن معاك ويبقى رز باللبن أو مهلبية. خلي بالك طالما نقعت الرز في مية، الرز يتصفى من ميته عشان تسلوه يبقى معاك الفلفل. تعال نعمل التركاية لحشو الفراخ. طاسة على النار، حلو قوي، فيها معلقتين من زيت الزيتون شديدة الحرارة، مكعب من الزبدة، اللهم صل على النبي. مدرسة المغازي بتقول إيه؟ بتقول الزبدة مع الزيت علشان الزبدة ما تتحرقش. فصين من المستكة، وما نكترش من المستكة مش بكترها لأنها ممكن تمرر لك الأكل، تمرر لك شوربة السي فود، تمرر لك أي شوربة بتعمليها. خلي بالك فصين القرنفل معانا، فصين الحبهان، ورقتين لورا وكده، وناخد التست بتاعنا ده كده. الله على الحلاوة، هو ده هو ده هو ده هو ده. حلو، هنخليهم كده على جنب. أصبح إن الزبدة مع الزيت فوق بطعم المستكة، فوق بطعم البهارات. هناخدها زي ما هي كده ونحطها في الطاسه بتاعتنا دي كده اهو. يا ويلي يا شيف، ايه الجمال ده؟ في زفاره؟ احنا مع بعض ونشوف. هنحط على الخلطه دي بصلايه ناعمه، حلوه، وشويه الملح الحلوين بتوعنا، البهارات، ملح وفلفل، بابريكا اهو، شويه كركم حلوين، دي بهارات تتبيله الفراخ. ما ينساش الفلفل الاسود ده اساسي، ويا ريت يكون فلفل اسود مجروش، هيدينا فليفر حلو. رز معمر يعني فلفل اسود مجروش، حشو حمام فراخ لازم فلفل اسود له تيست جوه الحشو بتاع الفرخ.
تمام زي الفل. تعالوا مع بعض ناخد عصرة ليمون حلوة على الخلطة دي، ونمسك الفراخ اللطيفة دي نعمل لها مساج من جوه ومن بره. شفت الخلطة دي يا ست الكل؟ ما فيهاش بقى مية بصل خالص، مية البصل أنا مش بحبها، بتبقى يعني الفرخة لما بتستوي مش هي اللي بتخلص الزفارة أو اللي هي بتنهي على الزفارة، خلي بالك. الخلطة اللي أنا عاملها دي كده، تاني أنا عملت الخلطة دي إيه بقى؟ ده الجديد. خدت المستكة مع الزبدة والزيت، سيحت المستكة، شميت ريحة المستكة، نزلت بالورق اللورا والحبهان والقرنفل، شميت الريحة الحلوة، حطيتهم في قلب الكاسرولة بتاعتي، وحطيت التوابل ملح وفلفل وبريكا شوية كركم بالشكل ده كده أهو، عصرة ليمون، بصلاية رايحة جاية. هناخد الفراخ اللطيفة دي، اللهم صل على النبي، جوز فراخ حلو شمرت مربيهم فوق السطح، موجودين عندك، اشتريتهم من عند الراجل الفرارجي زي ما يكون، أهم حاجة تكون الفرخة في إيدك كده مبسوطة ومدلعة. ناخد من الحشوة دي يا عم الشيف، نحط هنا كده ونمسك الفرخة من جوه ومن بره، وعند المدخل هنا كده زورها وسيطر عليها كويس بإيدي. الله عليك، شفت الفرخة هي مبسوطة دلوقتي، تشميها دلوقتي تاكلها نية، وخلاها هنا نفس الفرخة التانية حسب عدد أفراد الأسرة بقى، مش لازم فرختين يعني، واحدة كفاية، ثلاثة كفاية، خمسة ستة، ربنا يزيدك، عندك عزومة حلوة تبقى الفراخ المحشية بتاعتك محدش عامل زيها. حمام بنفس الطريقة، يعني ينفع يا شيف مغازي نحشي الحمام بنفس، خدي من الحشوة دي كده وحطي جوه الحمامية. نعم يا غالي. الله، حلوة. هنجيب الطاسة بتاعتنا بقى ونشتغل في الرز زي ما انا شغال كده زي الفل. هنخلوهم هنا عشان انا عايز مكان الخلطة دي، عايزها، محتاج لها اهو. ناخد الرز اللي عندنا نسقطه هنا مدرسة، وناخد شوية الرز دول كده. الله عليك يا ولدي، الله عليك يا ولدي، لما تشتغل ومزاجك رايق يا ولدي. حلو خلاص، تعالوا مع بعض نخش على النار، وربنا يكفينا شر النار. طاسة على النار، هي نفس الطاسة اللي أنا شغال فيها أهي. باخد البصلية الناعمة قبل ما نروق الدنيا كده، عايزك تعملي الفراخ بالطريقة دي وقولي لي رأيك فيها، ممكن تكون حماتك معلماكي عليها، ماما ربنا يخليها لك معلماكي عليها، واحدة صاحبتك ادتك الوصفة معلماكي عليها، جربي وصفة البوغازي كده وقولي لي رأيك فيها. خلطة الرز بعد تتبيلة الفراخ، والفراخ جاهزة عندي هنا منتظرة ان هي تاخد الحشوة. طاسة شديدة الحرارة على النار، فيها بصلة ناعمة مع مكعب من الزبدة، احنا عايزين الرز يستوي جوه الفراخ يا شيف، لخص في الاخر، عايز اكل شوية رز مستويين جوه الفرخة او جوه الحمام. الزبدة تسيح مع البصلة، بحط معلقة زيت صغيرة وأقلب ده كله مع بعضه. خلي بالك الرز هنا متبل، ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. استنى على البصلة دي لما تديني ريحتها ولونها وطعمها عشان ما تبقاش مصننة جوه الرز، في علامات كده وفي تركاية مهمة جدا، البصلاية هنا لازم تتحمر كأنك بتعملي الرز صيادية، ولازم تتبليها كويس لأن هي هتحتوي الرز، فلما الفراخ تتحشي بالبصلة دي لو أنت مش متبليها كويس وحطها نية الفرخة هنقفل عليها، البصلة دي هتعمل لك تبوظ لك الرز وتشم ريحة صيدان في قلب الرز وزفارة في قلب الرز، فلازم البصلاية تتحمر كويس يا أختي يا خالتي يا عمتي يا ست الكل. فص توم محترم، الله، بالشكل ده كده، وناخد الرز يا عم الشيف نفلفله في الخلطة اللطيفة دي. ما تنساش ان انت حاطط التوابل على الرز. الرز ده لونه متغير ليه؟ اللي جاي متأخر، احنا معادنا كل يوم الساعة 1 على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية اللي بتتشاف في كل الكرة الأرضية.
الرز متبل بتتبيله الفراخ. خلاص ونقلبه مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ معايا هنا بقى ايه التفاصيل. التفاصيل هنا مع المغازي. طاسه بتتحمر على النار فيها الرز بالشكل ده كده، واسيبه شويه. في حل على النار نبص عليها كده، مخرجنا الجميل يوعدك بزياره النبي يقول امين. اهو حلو. بوكي جرنيه جزر، كرفس، بصل، ثوم، حبان، ورق لورو. الحله دي هي سر نجاح الحمام المحشي. الحله دي هي سر الفراخ المحشيه. اهو هننزل هنا ولازم نسيبها تغلى على النار ونتبلها بشويه توابل اساسهم الملح والفلفل. دي الشوربه اللي تستوي فيها الفراخ، فلفل اسود، ملح. بتعملي حمام محشي لازم الحله دي تكون جاهزه عندك قبل ما تعملي الحشو. بتعملي فراخ مشويه محشيه لازم الحله دي تكون جاهزه عندك قبل الحشو. نقلب كده ونشوف الدنيا هنا عامله ايه. هي دي اهم حاجه. ونسيبها تبكبك على النار. حذاري واكتبيها على باب الثلاجه. تكوني بتحشي حمام ولا فراخ وتحطيه في ميه بارده وتستني لما الميه تغلي والفراخ في قلب الحشو. هتلاقي الحشوه طلعت منك والفراخ ما ظبطتش معاكي ولا الحمام. لازم الفراخ او الحمام ينزل في الميه وهي بتغلي. علل ولماذا يا شيف؟ عشان يحصل صدمه ناريه للفرخه او للحمامه وتقفل معاكي بسرعه والحشوه تبقى جوه ثابته وتستوي معانا. اهو زي الفل. دوبت التوابل كلها على النار. نقلب كل ده مع بعض. المعلومه الغير معلومه اللي احنا بنشوفها كل يوم على السوشيال ميديا، على الصفحه الرسميه للقناه الاولى والصفحه اكلت ام. شافت شوط الرز؟ بيتكلم مصري في قلب الطاسه. توابل، اللطافه، البساطه، بصلايه متحمره، فص توم حلو، واخده الزبده. واستنى على الرز كده شويه لما يتفلفل واشم ريحه التتبيله فيه. اهو طعم المستكه في قلب الرز بالمعقول عشان المستكه الكتير بتمرر لك الحاجه. الكمون الكتير برضو بيمرر الاكل بتاعك، خلي بالك. اهو دي الحشوه، سواء بتعملي حمام سواء بتعملي ايه فراخ. ما ننساش يا شيف مغازي شويه قرفه ناعمه. الله عليك. قرفه ناعمه على الرز. يا ويلي هتاكلي صوابعك وراه. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا البوكيه جرنيه بتاعنا او الميه اللي بتغلي جنبينا، هناخد منها شويه شقشاء كده وننسم الرز. الله، يلا مع بعض. يا نعم. الله عليك. يا سلام لو عندك شويه كبد في الفريزر كده تايهين في الحاجات اللي موجوده في الفريزر، شويه قوانص، شويه قلوب. يعني انت هتساوي الرز يا شيف قبل ما تدخلها جوه الفرخه؟ لا، بحضر الفراخ، بحضر الرز. بهيئه، بحل الرز. حلو. الله، زي الفل. عينيا. شايفين شوط الرز؟ يتاكلوا زي ما هم كده. ما هو الرز اللي هيبقى باقي عندي من حشو الفراخ هستفيد بيه. هتعمل بيه يا شيف؟ ممكن اسلوه على جنب واجرنش الطبق بتاعي واحط الفراخ عليه، ده الطبيعي. شفت النار ما بتحرقش مؤمن، اهم حاجه ان مؤمن يخلي باله. كل ده مع بعضه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده يا شيف؟ شويه الرز. تمام. ظابط ملحوم. توابل حلوه في قلبهم. هناخد الرز ده ونحطه في كسروله ونسيبه يبرد شويه عشان نعرف نحشي الفراخ. يلا يا عم الشيف. الله، اللهم صل على النبي. في نفس الطاسه يا امي، في نفس الطاسه يا خالتي. بحط مكعب من الزبده. ما احنا قلنا بالمكسرات. مكسرات فين يا مغازي؟ بتضحك علينا ولا ايه؟ مكعب الزبده ده لطيف. معايا شويه لوز، يا مزاجه اللوز.
معايا شوية زبيب، عود قرفة في قلبيهم، حلو قوي. معلقة سكر صغيرة. ليه السكر يا مغازي؟ هيكرملك المكسرات ويديها طعم لطيف وجميل. اهي هي دي التركاية. واسيبهم كده على النار. وخلي بالك اوعي تسيب المطبخ وتطلعي، هترجعي تلاقي الزبيب ده اسود واللوز مش لطيف، هتزعلي عليهم قوي لانهم دول غاليين. هم دول البصمه بتاعتك في الفراخ المحشيه. ممكن تكون حماتك ما جربتش الطريقه دي، هتقول لك تسلم ايدك يا مرات ابني، كده انا اتمنيت على ابني. هناخد الزبيب مع اللوز بالشكل ده كده، والتحميره حبيت اللوز بدات تاخد لون وحبيت الزبيب ترجع لشكلها الطبيعي اللي هو العنب البناتي. عينيه. التقليبه دي ضروري. هناخد المكسرات دي يا عم الشيف. يا ويلي ايه دي مدرسه مدرسه. مع الزبده. اصبح الرز هنا مهيأ. طب يا شيف مغازي، الرز اللي هيبقى باقي عندك هنا من حشو الفراخ هنعمل فيه ايه؟ هنسويه في قلب الطاسه دي، مش هتروح على الحوض، هنخليها جنبينا هنا كده عايزينها، وهنسويهم ونحط بعد كده السرفيس بتاعنا، الرز اللي استوى لوحده في قلب الطاسه ونرص عليه الفراخ بعد ما تتحشي. دي التفاصيل او الموضوع نظري. تعالوا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل مع بعض عملي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الرز سخن بين ايديا، بس انا بضحي بايديا علشان حضراتكم. شفت انا بقى قاعد في الفاصل، المخرج قاعد يتفرج عليا وانا قاعد، حشيت واحده عشان اكسب وقت البرنامج ونشوف كل حاجه مع بعض. وماسك الفرخه كده بسم الله ما شاء الله، اهو بحشيها الرز. اقول تاني الرز ده عملته ازاي؟ جبت طاسه على النار، خدت من بقيه حشو الفراخ او تتبيله الفراخ اللي شفناها في البدايه خالص. ولما تحشي الفراخ او الحمام ما تحشيهاش جامد وتقعدي تملي، مش بتحشي يعني، بص ادي مساحه لحبات الرز تفرد عضلاتها في قلب الفراخ، خلي بالك. وبعد ما تعمليها تقفليها كده بايدك وتلمسي على الفرخه كده عشان حبات الرز ايه تاخد. هو ده، دي التركايه، سواء بتعملي حمام سواء بتعملي فراخ. يمل في الرز هنا لما يستوي ياخد راحته، يشرب حبات الميه. لان هديكي مثال بسيط، الرز لما بتحطيه في قلب الحله وتدي له عيار الميه بتلاقيه نفش في قلب الحله وكبر. طب هو في جوه الفرخه هيروح فين؟ فلازم تدي له المساحه بتاعته، ده الطبيعي. حلو الكلام؟ هنقفلها كده. زي الفل، معانا توزبيكس اهوت يساعدنا في قفل الفرخه، لان الراجل الفرارجي شايل لي الحته اللي تساعد على قفل الفراخ. توزبيكس كبير، توزبيكس صغير، زي ما انت عايز. حلو؟ بالشكل ده كده، ونحطها هنا كده وناخدها مع بعض زي ما هي كده يا عم الشيف في قلب الحله. الله. وناخد اختها كده زي ما هي في قلب الحل. اهي شفت الفرخه في ايدها اهي مسلمه نفسها. يلا مع بعض اساتذه. هو ده البوكي جرنيه، الحله بتاعتها، الكوشه بتاعتها. زي كوشه العروسه كده اهو، فيها جزر، فيها كرفس، فيها بصل، فيها توب، زي الفل يا عم الشيف. شويه الرز دول انا عايزهم، لازم الميه تكون بتغلي، لازم حله السلق الفراخ المحشيه او الحمام المحشي لازم تكون بتغلي ونار شديده اهو، عشان نضمن الحشوه ما تطلعش مننا ولا يحصل اي مشكله. زي الفل يا عم الشيف. هنغطيها ونسيبها على النار تغلي لان عندنا شغل كتير. اللهم صل على النبي. اغطيها يا استاذنا. يلا مع السلامه. شويه الرز اللي باقيين عندي طاسه اهي، حلو قوي. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنرجعهم تاني للطاسه ما كنا بنحمر. حرام ده يترمي طبعا، إلا إذا عندك فراخ تانية هتحشيها. طب أنا مش عايزاها، ممكن تشيلهم في التلاجة تعملي تاني يوم حمام محشي. عندك بطاية حلوة تحشيهم مفيش مشكلة. تعملهم مع شوية لحمة مفرومة، تعمليهم مع شوية كبد وقوانص زي ما أنت عايزة. أنا بقول لحضرتك على الفكرة وأنت صاحبة القرار في الآخر. يا نعم يا غالي. حاضر عينيا.
شوية الرز دول، بحط الفلفل ده عشان اجرنش بيه الطبق بتاعي، لان ده هيبقى هو التقديم. نشيل البلانشة دي من هنا، نجيب الصينية اللطيفة. تعالي يا عروسة، عندنا رز سلقينه مسبقا، هناخد الرز الحلو ده كده اهو. هنرسم دلوقتي الفراخ المحشية مع بعض في طبق التقديم واحنا شغالين. اهو الصينية الحلوة دي هقدم فيها الفراخ، بنحط الرز الجميل ده كده اهو. الله الله عليك يا شيف. فلفل الحار في قلب الرز مستوي. انا شخصيا هسيب الفراخ واكل الرز ده كده. فاكرين الفلفل اللي انا كنت حاطه ده؟ بطلعه كده جرنش. العود القرفه اللطيف ده بحط دول كده، والعود القرفه ده خليه بره. ناخد الفراخ بتاعتنا الحلوه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ زي الفل هو ده. اه شفتوا المطبخ زي ما انا شغال كده. هنا مكانها هنا. الله. ناخد الفرخة التانية هنا برضه. تعالي يا حلوة. شفت ازاي؟ شفت الجناحة؟ بص عشان تقول بس تقول لي ليه هتستوي يا شيف. بص جيب التفاصيل دي الله يوفقك. اللي هو ايدك بزيارة النبي. اهو اهو شفت الجناح؟ اهو 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 هو ده. استوت يا شيف؟ استوت. امال بتقعد معانا خمس ساعات ليه على النار؟ معرفش بقى. اه شلنا التوزبيكس ده كده. اوعي تنسيه، خلي بالك تكون حماتك عندك تقول حبكي تحط توزبيكس ولا تحط خله. الست الطيبه نحط العود القرفه ده كده. تعالوا نعمل الخلطه اللطيفه. الخلطه اللطيفه عباره عن ايه يا عم الشيف؟ انا عايزه بس ادخلها الفرن كده تاخد ايه وش. اه فين الزبده؟ اهي تعالي يا زبده، بحطها هنا. ركزي بس عشان هنا الايه الشغل عالي قوي. دي معلقه عسل خدتها كده استلفتها من حلو. يا دلعك يا شيف. عسل على الفراخ اه حلو قوي. عصره ليمون على الفراخ اه. هي دي التركايه بقى. شويه فلفل اسود اه، شويه زعتر معانا اه، ونمسك ده يا عم الشيف بايدينا كده. الفرن درجة حرارته هنا عالية جدا. ممكن نحط معلقة صلصة أو ما نحطش حسب الرغبة. آه. حلوة أوي زي ما هي كده. بحطها كده على الفراخ ونسيبها بقى يا عم الشيف إيه تعيش. آه. دي لما تنزل بقى أهو بالشكل ده كده أهو. أهو. لازم تتحط كده على الفرخة وننزل بشوية الصوص دول كده وندخل دي الفرن يا عم الشيف ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا اللهم صل على النبي. اه هنشيل دي من هنا. انا حابب اقدم الفراخ زي ما هي كده في قلب الصينية الحلوة. تعالي يا حلوة. اللهم صل على النبي. اهي الشباب الحلو اساتذه المصورين. يلا فراخ محشيه بتكنيك عالي من الخبره. ما خدتش معانا الطايم الصافي 30 دقيقه تقريبا. الفراخ مستويه اه، الرز مستوي اه، على مسؤوليتي ده كل وقت عشان الفراخ تاخد لون، لان هي تقريبا عايزه لها من 20 ل 15 دقيقه في الفرن عشان الجلده بتاعه الفراخ تنسجم مع الزبده ومعلقة العسل اللي انا حاططهم عليها، التوبنج اللي محطوط على الوش. الطبيعي لما نيجي نطلع حاجة سخنة من الفرن بنأمن علشان درجة الحرارة. معانا وقت قد ايه يا شباب؟ حبايبي خلاص؟ اهو ده عينيا دي. والله انا بس لا لا والله العظيم يا شيف بوغازي انت مرزق مرزق يا بركه دعاء الوالدين. اهو اهو يلا الف انا وشفا. جيب لي الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. حلقتنا النهارده ببساطه سهوله مرونه.
خبرة طهوية حضراتكم اللي تقولوا، مش أنا اللي هقول. فراخ محشية عملتها بتكنيك عالي وبطريقة جديدة، شفناها مع بعض مستوية، الجناح طلع معايا وأنا بطلعها من قلب الفرن، البرزنتيشن العالي، الرز مستوي زي الفل، القرن الفلفل الحار ده كده عشان جوزك لو بيحب الحار تبقى أمنتي، اللهم صل على النبي. طاجن خضار لطيف بالطشة الجميلة الحلوة، الحلو مقلبية بالتمر واللوز، ويجعل أيامنا كلها لوز يا مزاج اللوز. يعني نقول مع بعض رؤية فن إبداع، شوية فاني، شوية ضحك، شوية هزار، بس إيه، بخف الدم. منين يا عم الشيف؟ من مزبير. We'll be right back.